حياتنا الرقمية منذ الميلاد ولد فهد وولدت معه حياته الرقمية عندما ذهب والداه لاستخراج شهادة ميلاده من وزارة الصحة العامة وانطلقت أولى بياناته الرقمية عبر الشبكة الحكومية إحدى الخدمات الحكومية المشتركة لتصل إلى نظام المعلومات في وزارة الداخلية حيث تم استحداث رقمه الشخصي QID واصدرت بطاقته الشخصيه ولترجع مره اخرى عبر الشبكه الحكوميه وتخزن في نظام وزاره الصحه العامه. حان موعد التطعيمات لفهد فقامت والدته بالاتصال بمركز الاتصال الحكومي احد الخدمات الحكوميه المشتركه بالرقم 107 الذي يدعم خدمه الرعايه الصحيه الاوليه لاخذ موعد التطعيم. ثم استلمت رسالة نصية قصيرة تفيد بتفاصيل الموعد عن طريق بوابة الرسائل النصية القصيرة احدى الخدمات الحكومية المشتركة. كبر فهد واصبح في سن قبول المدارس قام والداه بتسجيله في احدى المدارس وظهرت بياناته الدراسية في وزارة التعليم والتعليم العالي. تلقت ام فهد رسالة نصية عن طريق بوابة الرسائل النصية التي ظهر فيها تأكيد التسجيل. وتفاصيل برنامج اليوم الاول للطلاب يحتاج فهد الى موعد في عياده الاسنان في مستشفى الرميله الا ان والده نسي يجدد طاقته الصحيه ثم تذكر انه لن يحتاج للذهاب للمركز الصحي للتجديد فبوابه حكومي توفر الخدمه 24 ساعه واستطاع ابو فهد التجديد في دقائق معدوده وتم دفع الرسوم عن طريق بوابه الدفع الحكوميه اي بيمنت جيت واي احدى الخدمات الحكوميه المشتركه وتلقى فاتورة إلكترونية على الجوال من خلال بوابة الرسائل النصية القصيرة الحكومية. تمر السنين وتخرج فهد من الجامعة وحانت لحظة المشاركة في نهضة وبناء قطر. تقدم فهد بطلب التعيين من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وحصل على الوظيفة الملائمة لدراسته في إحدى الجهات الحكومية. وهنا ظهرت بياناته الوظيفية. لأول مرة على نظام إدارة الموارد البشرية، موارد، والذي يعمل من خلال مركز البيانات الحكومي، أحد الخدمات الحكومية المشتركة. في فترة التدريب الأولى، قام فريق العمل بتدريب فهد على نظام المراسلات الحكومية، أحد الخدمات الحكومية المشتركة. فسوف يحتاجه فهد للتواصل مع الجهات الحكومية المتعددة، وتبادل الرسائل الرسمية معهم، من خلال عمله الحكومي. طلبت مديرة فهد منه إعداد تقرير عن مدى الجمهور عن أحد مشاريعهم، فقام باستخدام منصة التحليل الإعلامي، إحدى الخدمات الحكومية المشتركة، بحيث يستطيع استقراء آراء الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، وكذلك منصات الدردشة، ومواقع الصحف وبكل اللغات. استمتع فهد بتجربة المنصة، واستطاع إعداد التقرير المطلوب بشكل مفصل وشيق. اجتمع فهد مع زملاء الدراسة في مجلس زميلهم فيصل الذي يعمل في إحدى الجهات الأمنية. أخبره فيصل بأن الجهة الأمنية استفادت من مركز البيانات الحكومي الذي تشرف عليه وزارة المواصلات والاتصالات لاستضافته الأجهزة والمعدات الخاصة بتلك الجهة. واتبع زميلهم خالد الذي يعمل في الهيئة العامة للضرائب بأنهم يستخدمون خدمة البريد الإلكتروني إحدى الخدمات الحكومية المشتركة وأضاف زميلهم ناصر والذي يعمل في كتارة بأن موقعهم الإلكتروني موجود على السحابة الإلكترونية إحدى الخدمات الحكومية المشتركة استلم فهد من فريق التدريب في الوزارة الخطة التدريبية الخاصة به شملت الخطة التدريب على برمجيات مايكروسوفت وأدوبي استفسر فهد عن ماهية هذه الدورات، فعلم انها من خلال الاتفاقيات الحكومية الاطارية، احدى الخدمات الحكومية المشتركة، مع كبرى شركات برمجيات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، واوراكل، وادوبي، واي بي ام. استفاد فهد من هذه الدورات التي صقلت مهاراته التقنية. قرر فهد ان يبدا مشروعه الخاص، لذا قام بالاتصال على رقم دعم الخدمات الحكومية 109 في مركز الاتصال الحكومي للاستفسار عن كيفية استخراج السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة وحصل على تفاصيل الإجراءات المطلوبة. قام فهد بالتسجيل في نظام التوثيق الوطني أحد الخدمات الحكومية المشتركة ليصبح بوابته الوحيدة للدخول على كافة المواقع الحكومية. وحين بدأ الدخول في تلك المواقع من خلال توثيق، استلم فهد الرقم السري المؤقت. OTP على جواله من خلال خدمة المصادقة متعددة العوامل. MFA احدى الخدمات الحكومية المشتركة، وذلك يحقق اعلى درجات السرية والأمان عند استخدام المواقع الحكومية. بدأ فهد إجراءات تأسيس شركته واستيراد ما يلزمها من أجهزة ومعدات. استخدم فهد نظام النديب للتخليص الجمركي التابع للهيئة العامة للجمارك والمنفذ على السحابة الإلكترونية الحكومية إحدى الخدمات الحكومية المشتركة. بينما كان فهد يستكمل الإجراءات، اكتشف ضرورة مصادقة بعض الوثائق الرسمية. بادر فهد باستخدام منصة تصديق إحدى الخدمات الحكومية المشتركة للحصول على النسخة المصدقة بصورة آنية وبكل سهولة ويسر. تأخرت إحدى الشحنات في الإفراج الجمركي. اتصل فهد على الدعم الفني لنظام نديب في مركز الاتصال الحكومي للاستفسار عن الأسباب. تبين أن صلاحية السجل التجاري قد انتهت ويجب تجديدها في وزارة التجارة والصناعة. تساءل فهد: كيف استطاع نظام النديب في هيئة الجمارك معرفة انتهاء صلاحية السجل في وزارة التجارة والصناعة؟ اجابه مسؤول مركز الاتصال بان هناك ربط الكتروني بين الجهات الحكوميه عن طريق منصه تبادل البيانات الحكوميه جي دي اكس احدى الخدمات الحكوميه المشتركه وانه عند تجديد السجل في وزاره التجاره والصناعه ستظهر بياناته المجدده لحظيا في نظام النديب تم طباعه السجل التجاري من خلال تصديق تزوج فهد وقام باستخراج عقد الزواج من المجلس الاعلى للقضاء وتم تحديث بيانات حالته الاجتماعيه الى متزوج في قاعده بيانات وزاره الداخليه عن طريق الشبكه الحكوميه ومنصه تبادل البيانات الحكوميه جي دي اكس. أنجبت زوجة فهد مولودهم الاول عبد الله. انطلق فهد الى وزاره الصحه العامه لتسجيل المولود الجديد. لتبدا رحله جديده في عالم حكومه قطر الرقميه.